الخير، اهلا بحضراتكم يوم بيوم، وكل سنه وانتم طيبين. مره تانية يوم النصر 6 اكتوبر النهارده، استمراريه مننا ومشاركه من يوم بيوم مع كل زملائنا وكل برامج الفضائيات المصريه في هذا الاحتفال بيوم النصر. عايز اقول لكم ان اخبار كتير قوي، وكل الزملاء وكل القنوات بتحتفل باليوم ده. النهارده انا قاعد بتفرج من الصبح، قلت احنا بنحتفل كتير، بس هل يا ترى احنا بنفهم معنى الاحتفال؟ هل يا ترى احنا بنقدر معنى الايام ومعنى الانتصارات؟ هل يا ترى بتأثر فينا علشان نفهم او على الاقل نشعر ان احنا قادرين، وان احنا كأمة وكشعب وكبلد نقدر لو عرفنا نقف كويس قوي ان احنا ننتصر انتصارات زي دي؟ مش لازم في حرب، انما ممكن تكون في مواجهات كثيرة قوي بتواجهنا. الروح اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، وكل واحد فينا بيقعد يتكلم مع ابطال ونقعد قدامه عاملين كده مش مصدقين، قاعدين يحكوا، ما هم من ولاد البلد دي، وهم طالعين في زمن اسوأ من الزمن اللي احنا فيه. دول خرجوا من هزيمة في 67 وحرب استنزاف طويلة وحالة نفسية سيئة للغاية واقتصاد سيء للغاية، عشان يعملوا اليوم اللي حضراتكم نعتبره انطلاقة جديدة لمصر الحديثة، وبداية شعورك انك انت تقدر تنتصر وترجع ارضك وتقف على رجليك وهو الى اخره. فبالتالي طب طالما ده كده، هل احنا بس خليناها تنقصر او بس فقط لا غير ان احنا نيجي يوم 6 اكتوبر و5 اكتوبر وقبلها باربع ايام وبعدها باربع ايام وخلصت الحدوته على ده؟ نظر رئيس السيسي في ذكرى النصر، اتمنى ان تظل روح اكتوبر باعثه للامل في معركه مصر للبناء. انتوا واخدين بالكم؟ لان الراجل ده عارف معنى الحرب دي كانت عامله ازاي، واكتوبر كانت عامله ازاي، وانت النهارده داخل على ايه؟ فقال لك خد الروح دي علشان انت بتبني في بلدك من اول وجديد. اخبار كثيرة جدا حصل. المسترال السادات اللي هي الحاملة الطائرات الهليكوبتر التانية من فرنسا وصلت مصر فيه بالتزامن مع احتفالات اكتوبر، والقوات البحرية احتفلت بوصولها، ونواب برلمان مشاركين، مجتمع كله الحقيقة في مشاركات مختلفة في حرب اكتوبر. وزي ما قلت لحضراتكم، عايزين تسمعوا عن حرب اكتوبر وعايزين تعرفوا عن حرب اكتوبر، اقرأوا ما كتب عن حرب اكتوبر من العدو، من الطرف الاخر. عايزين تعرفوا عن 56 واللي حصل في 56، اقرأوا ما كتبوه هم بعدها الامريكان الفرنسويين، اقرأوا اللي كتبوه بعد 67، اقرأوا الكتب الاسرائيلية بتاعت المخابرات الاسرائيلية وكيف أعدت على مدى 6 سنوات كاملة الحرب النفسية ضد مصر وضد الجيش المصري علشان تقدر تكسر نفسيته، نفسية مصر ونفسية الجنود، عشان لما تدخل في 67 تعمل اللي عملته. ولكن اقرأوا أيضا نفس اللي كتبوا الكتب دي لما رجعوا يكتبوا إزاي عبقرية هذا الإنسان المصري اللي دخل علينا بعد كل اللي عملناه فيه ده كله، علشان يثبت للعالم كله ان لا، مش بالسهل انك انت تعتبر ان مصر خلاص نامت ومش هتقوم تاني. اقروا الكلام ده. ودعوة، احنا كلنا بنقعد وكل الصحف وكل الجرايد، يعني انا بوجه دعوة لكل زملائي في الصحف المصرية، لو جبتوا جرايد الامس والنهاردة وبكرة وجبتوا الصحف التي تحدثت عن حرب اكتوبر من بعد حرب اكتوبر على مدى الاربعين سنة اللي فاتوا، مش هقولك التلاتة واربعين، طلعوا القصص دي منها ونعمل احنا الكتب. يعني كل واحد فينا بيفرد صفحات عن تفاصيل لحرب اكتوبر واحنا عندنا ارشيفنا. طب ما ايه رأي حضراتكم، وانا بطالب رجال الاعمال الناس اللي بتطلع تتحدث كثيرا عن ما تقدمه لمصر، ما تقدم لمصر حاجة. انا بقى طالبك وأترجاك، ويوم بيوم بيعمل مبادرة اسمها ذكريات حرب أكتوبر على ألسنة الناس دي. احنا كل سنة بنفقد ناس، وكل سنة بتيجي معلومات،
ما تيجوا نجمع الكلام ده ونبدا نعمله في كتب يا جماعه. ما نبدا نعمل له ويب سايت نحط عليه كل الداتا والمعلومات دي، الاهرام والاخبار والوفد والجمهوريه، كل الناس وكل الصحف اللي عملت شغل واللي اشتركت واللي اشتغلت، كله يطلع ويلم المعلومات والداتا والصور اللي في الارشيف بتاعه، ونبدا احنا نعمل كتب عن حرب اكتوبر، نعمل كتب عن المجتمع المصري، نعمل كتب ونحفظ الصور علشان اولادنا، علشان الاجيال اللي جايه، علشان الناس اللي محتاجه تقرا. واعتقد ان افضل ناس قادره ان هي تقدم الصوره دي، طبعا مش هتكلم على الدراما، انما الصحفيين اللي يقدروا يكتبوا ويقدموا قصص صغيره اللي قعدوا يقدموها عبر سنين طويله جدا، من 40 سنه اللي فاتوا دول هتلاقوا مجموعات كبيره قوي من هذه القصص. ناس تستحق ان انت تكرمها، قصص تستحق ان يتعمل افلام. الناس دي انتصرت وكلهم انتصروا. مش هقول لك ان القاده الكبار او القاده الصغيرين، وده اللي بيخليني مستغرب قوي من حته هو احنا نحيي حسني مبارك في اكتوبر ولا ما نحييش حسني مبارك في اكتوبر؟ طبعا تحيي حسني مبارك في اكتوبر. طبعا تحيي اي بني ادم اشترك في حرب اكتوبر. تحيي كل مصري وكل مواطن مصري كان موجود ايام 73 واشترك في حرب اكتوبر، بغض النظر انا كنت راجل معارض لنظام مبارك، وراجل من اللي نزلوا في 25 يناير. انا بحيي كل الناس، لان انت النهارده بتتكلم عن بلد باكملها. احنا امتى هنتصالح مع نفسنا؟ امتى هنقدر نتصالح مع التاريخ؟ وانا عايز اقول للاسف، واسمحوا لي اقول ده لكل القيادات اللي اجت مصر، انت النهارده بتدفع نفس الثمن اللي انت عملته، او بتشرب من نفس الكاس اللي انت شربتها للي قبل منك، للي قبل منك، واللي قبل منك بيشرب بالكاس اللي شربها للي قبل منه. احنا عاملين زي الفراعنه اللي كانوا بيجوا يمسحوا المسله، واللي قبل منك كله حاجته وحشه. لا، نتصالح مع نفسنا. الملك ما كانش وحش في مصر علشان نفضل طول عمرنا مشغلين انجي وابن مش عارف مين والحدود، ما كانش وحش، ولازم نتصالح ونعلم ولادنا التاريخ يعني ايه الملكيه اللي كانت موجوده في مصر وبنت ايه وعملت ايه، والجامعات اللي احنا لغايه النهارده عيالنا بيدخلوها اللي كانت مبنيه في هذه الايام ومش عارفين نبني حاجه قريبه منها منظرا او شكلا او تنظيما، والمستشفيات وغيره وغيره، والصناعه اللي اجت الثورة بعدها استلمتها وكبرتها او ما كبرتهاش. عبد الناصر بغض النظر عن رأيك فيه هو ايضا رئيس لجمهورية مصر وعمل حاجات ويجب ان تذكره. انور السادات الراجل اللي عمل العبور ده، وان الناس كلها بتحييه ولازم نفضل دايما نحييه ولازم نعطيله قدره. وحسني مبارك، بغض النظر عن رأيك في حسني مبارك كرئيس، وبغض النظر عن رأيك في حاجات كتير قوي انت لا تستطيع ان تمنع وان تمسح اسمه من التاريخ، ان هو كان قائد قوات الطيران في الفترة دي، وان هو احد الناس اللي شاركوا وشاركهم في هذه الحرب. مش هعمل زي ما طلعت الشلل اللي حوالين كل زعيم لما بيجي بيعملوا ايه؟ انت الاوحد، انت الافضل، انت صاحب كل الانتصارات، وانت اللي بتعمل كل حاجة، وانت اللي بتأكلنا، وانت اللي بتشربنا. دي كانت الغلطة اللي الناس اللي حوالين حسني مبارك اللي اظهروه يعني الى مرحلة ان هو من غيره كانت حرب اكتوبر ما اتعملتش. لا، انا اسف، كانت هتتعمل حرب اكتوبر هو بوجوده كقائد او عدم وجوده، ولكن انت لا تستطيع ان تنكر ان هو كان موجود كويس، ولا تستطيع ان انت تنكر ان كان ليه دور، ولا تستطيع انك انت تمنعه او تنكر عليه حقه في مثل هذا اليوم. انا بحييك، بس انا بحيي كل جندي في القوات المسلحة، وكل اسرة جندي، وكل اسرة شهيد، وكل جندي اشترك في القوات المسلحة المصرية في هذه الحرب او اللي قبلها او اثناء الاستنزاف واستشهد في 67 او 56 وبعدها، كل جنود مصر وكل اسر اللي بتخرج ولاد مصر دول علشان يكونوا جيش مصر. لان في الاول وفي الاخر انت بتتكلم عن المجتمع المصري كله. لو انتوا وصيتوا كم 100,000 جندي، وبصوا انعكاسهم ايه كاسر وكقرى وكمدن، هتعرفوا مفيش بلد ومفيش بيت ما عندهاش حد في الجيش ولا في العسكريه ولا داخل هنا او هنا. وبالتالي يجب ان احنا نتصالح شويه مع نفسنا، نتصالح شويه مع تاريخنا، علشان لو احنا عايزين نبني بكره مش لازم طول ما احنا قاعدين
لا ما تتكلمش عن فلان، لا ده فلان ده كذا، لا ده شيل اسمه، لا ده امسح اسمه، لا اعمل كذا. اوعى ده مذيع بتاع التلفزيون المصري عمل قال تحيه لحسني مبارك، طب ما يقول تحيه لحسني مبارك، ده عقبوه عشان قال تحيه لحسني مبارك. لا ده احنا هنهاجم اللي ما قالش تحيه لحسني مبارك. سبتوا الاحتفال وسبتوا الدنيا كلها وقاعدين تتكلموا في الشأن ده. ولا ده هم عاقبوه علشان اتكلم عن 25 يناير. لا ده هم عاقبوه علشان ما اتكلمش عن 25 يناير. النبي هو ده وقت تشغلوا نفسكم بكل هذا الكلام؟ ما تتخلوا وتدوا الناس حقها في ان تعبر عن رأيها وتطلع برأيها. انا ما بقولش ان هو كمذيع مفروض ان هو يطلع عن النص لان ده تلفزيون مصري، انا ما بقولش كده. انما انا بقول لك من دلوقتي اوعى تتوقع ان انت لو اديت اوامر زي اللي حصل في الخمسينات والستينات انك انت قعدت تذبح في سيره الملكيه والبشوات اللي كانوا بيمصوا دم دراكولا اللي كان بيمسك المواطن المصري والفلاح الفقير ويمص دمه، يعني على اعتبار ان احنا اللي شفناه في الاربعينات والخمسينات، الخمسينات والستينات كان حاجه يعني حلوه قوي وكانت مصر مزهزه. انما ما علينا، انا بالنسبه لي ما علينا، ارجوكم شو لقدام وبصوا لبكره وما تنكروش الحاجه الكويسه اللي البني ادم عملها، علشان لما تيجوا تتكلموا في الحاجه السلبيه بتاعته تكونوا على الاقل انصفتوه في الحاجه الايجابيه اللي هو عملها.